بكره ان شاء الله الزمالك هيواجه ابو سليم الليبي في افتتاح مبارياته في دور المجموعات بالكونفدراليه الافريقيه. مباراه مش سهله ومش صعبه، بس مباراه في ظروف نادي الزمالك ممكن تبقى مش اسهل حاجه. والفريق الليبي بحسب ما احنا سمعنا انه عمل صفقات كويسه، فريق محترم، فريق يقدر يجاري نادي الزمالك في هذه المباراه. في كل الاحوال هي مباراه بين شقيقين، ان شاء الله تطلع بشكل رائع جدا. معايا عبر الهاتف الان الكابتن فوزي الحراري، المدير التنفيذي لنادي ابو سليم الليبي ورئيس بعثه الفريق في القاهره. يا فندم مشرف ومنور. السلام عليكم سيد كريم، كيف حالك؟ اهلا بيك يا فندم، منورنا. شنو امورك؟ بارك الله فيك. يا رب. قول لي كيف ترى المواجهه غدا ان شاء الله مع نادي الزمالك؟ والله شو بنقول لك، ان شاء الله كل خير باذن الله. مباراة هي صعبة شوية على الفريقين، وإن شاء الله الأمور مية 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 مية. الفريق فريق أبو سليم فريق جاهز بنسبة 100% الآن، التشكيلة كاملة، مفيش أي غيابات، مفيش أي مشكلة؟ لا ما عندناش أي مشكلة، كل فريق ثابت، فريق تام، جاهزين الحمد لله، اللهم لك الحمد. الاستعدادات للفريق قبل المباراة؟ لا استعدادات كويسة 100%، استعدادات هايلة. شفتوا طبعا أكيد الجهاز الفني واللاعبين تابعوا نادي الزمالك في الفترة الماضية، كيف ترى المنافس نفسه، منافس الزمالك في الوقت الحالي؟ والله شو بنقول لك، ما نشوفوش عندنا الفريق الاول ولا الثاني، اللي قبل ولا تو، احنا ما نسالوش عليه الفريق، فهمت قدامنا، فما انك انت بتسال الفريق المنافس قدامك تقعد حتى انت تعب في راسك، فما ايوه. طيب الزمالك باذن الله هدفه في مباراة الغد هو الفوز ولا شيء غير الفوز، خاصة الزمالك في البطولة المحلية عانى من بعض النتائج المتراجعة ومعه جهاز فني جديد مؤقت بقيادة الكابتن معتمد جمال، هل تتوقع قوة كبيرة للنادي الزمالك في مباراة الغد؟ حتى احنا زيكم ما فيش مشكلة، بكرة حتى احنا فريقنا كويس وماشي أموره، وثلاثة نقاط بإذن الله ناخذهم بإذن الله. كابتن فوزي الحراري المدير التنفيذي لنادي أبو سليم الليبي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، رئيس بعثة الفريق الليبي في القاهرة قبل مواجهة نادي الزمالك.